صاحبة القصة كتقول أنا اليوم غادي نشارككم قصتي لهدفين. الأول أنكم أي حاجة بغيتوها تحقق خاصكم تجتهدوا في باب مولانا، وثاني هدف محتاجه بقوة لدعائكم على ما منحني إياه قدري. غادي نشارك معكم حكايتي حيتاش تيقول لك بلي أنه الدعاء يصارع القدر، ولعل دعاءكم يرد ويصارع قدري، كما جاء في دعاء القنوت نتاع سيدنا الحسن: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، سبحانك تقضي ولا يقضى عليك. داكشي باش سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تيقول لك أنه لا يرد القدر إلا الدعاء. وأيضا ثبت في الحديث بلي أنه البلاء كينزل والدعاء كيصعد وكيتلاقوا في السماء ويعتلجان، هذا كيرد وهذا كيحاول نزول. الليلة حكايتي حكاية. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لك. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم على خير. ويا شحال من ليله غادي نكتشف عايشه في المجتمع ديالنا، ويا شحال من وحده كتقول لي قصتي قريبه من ليله. القصه اللي كنت حطيت لكم هذه 3 ايام ما شاء الله، والله يكون في عونكم. وانتم يا متابعين اسمحوا لي اذا كنت كنزل لكم الدموع من عيوناتكم، فما هذا الا طيبه قلوبكم اللي كتخليكم انكم تاثروا بالحكايه وبالاحداث نتاع الناس. شكرا على دعمكم، شكرا على حبكم. وبالمناسبه ليلى كتطير بالفرحه بالتعاليق ديالكم، وكتشكر كل شخص خلى ليها كلام زوين وما تصوروش شحال فرحتوها وفاجئتيو عليها. وهناك بشاره خير واحده اخرى ليلى غادي تكلف بها واحد المرشده نفسيه، هي من جنسيه مغربيه ولكن ساكنه في الامارات. غادي دير واحد الحوار مع ليلى، واذا بلى بلي انه ليلى محتاجه طبيبه اختصاصيه نفسيه فغادي تكلف باش انها تشوفها ليها، وهذا الشيء كله لله. اش بغينا اكثر من هذا الخير؟ الحمد لله الناس للناس، ومولانا ما تيخلي حتى شي حد خصوصا اللي كيخدم الخلق والمخلوقات. طولت عليكم عرفت. المهم في حكايه اليوم صاحبه القصه ما عندهاش مشكل باش انها تحتفظ بالاسم ديالها. لنبدا. فايزه كتقول حنا ثلاثه ديال الخوت واخ، وانا هي الكبيره فيهم. الحمد لله كبرنا في وسط عائله عاديه وبسيطه. كنت تلميذه ليست بمتفوقة ولكن كنت مجتهدة، دوزت مراحل في حياتي صعاب وكانت بدايتها البكالوريا اللي كنت غنتخلى عليها ونفقد الأمل عموما في القراية لولا الإلحاح وتشجيعات ديال والديا. تجاوزت عراقيل وسمعت بزاف ديال الكلام من عند الناس بلي أنا تابعة غير العلاقات ديال المراهقة، وبلي أنا مكلخة، وبلي ما بغيتش نقرا. إلى ما غير ذلك سديت ودني على كل شيء وآمنت براسي. شديت الباك ديالي وغادي ندرس سنتين في واحد الجامعه، وقلت بلي انه غادي نحبس القرايه. فبديت كنشوف البنات اللي دايرين بيا، ها اللي تزوجات، ها اللي خدمات، وانا باقا ما درت والو. بقى فيا الحال، وبهذاك البكالوريا غادي نعاود ندفع من جديد في الجامعه ديال الادب الفرنسي. غادي نتقاتل ونكافح ونخدم، ماشي حيتاش كنا مخصوصين لا بالعكس، ولكن كنت باغا نلقى راسي وشخصيتي واستقراري في الدراسه ديالي. المهم من بعد 3 سنين غادي نشد الاجازه ديالي بدون ما انه يتسالني شي كريديات او لندوبل، وناس ديال الجامعه تبارك الله غادي يفهموا هذا الامر. دفعت للتعليم غادي نتفوق فيه، وغادي يعطوني واحد المنطقه باش انني نمشي ندرس فيها. عندي 26 سنه وهنا فين غادي نتلاقى براجلي. انتقلت حداه وصراحة ما ندمتش لأنه كان إنسان متفهم، ووالديه ناس مزيانين، وهذا بالنسبة لي فضل كبير. المهم هذا هو ملخص نتاع حياتي وشكون أنا. دابا ندخلو في المعقول ديال الحكاية. دابا 5 سنين باش مزوجين، فضل هاد 5 سنوات غادي نحاول باش أنني نحمل، وهذا الشيء شيء عادي في أي كوبل يلا كيتزوج. السنة الأولى حملت، ولما درت 12 أسبوع غادي نعس في السبيطار حيتاش غادي يوقع ليا إجهاض. غادي نخرج ونولي بخير، ولكن بقى في بالي بلي انني باغا حامل. بقيت محتاجه هذاك الاحساس ديال شي حاجه عندي في كرشي، واني نسمع الدقات ديال القلب نتاع واحد الروح اللي داخل فيا. الى ما غير ذلك المهم ما سخيتش بداك الاحساس. غادي نولي مهووسه بالحمل، باغا وليده وصاف. العام الثاني غادي نحاول ولكن والو. غادي نمشي انا والزوج ديالي ندوزو ونديرو التحاليل، غادي نلقى بلي انه عندي تكيس المبايض من الاجهاض الاول، والسبب الرئيسي هو مشكل في الغده الدرقيه. المهم غادي نبدا في عالم اخر وطبيب اخر، ولا عندي مرض مزمن اللي خاص ضروري نشرب ليه الدواء وعلى مدى الحياه. غادي نحاول العام الثالث وغادي يوقع اجهاض، والعام الرابع
زوج ديال الاجهاضات، ما خليت دواء ما خليت ما درت، بقى لي حل واحد اللي اتفقت فيه انا وراجلي هو نمشيو نديرو اطفال الانابيب في بدايه 2021. غادي نمشي واحد المدينه ندوز عند واحد الاخصائيه اللي غادي تعطيني فيتامينات وحاجات وحده اخرين باش انه يكون النمو ديال الطفل سليم الى ما غير ذلك. رجعت وبديت نتبع دواياتي. في الشهر التالي غادي نحس بلي انه واحد الوجه رهيب فيا، واللي بحاله صراحه كان تيجيني لما كنت نحس بلي انه غادي يوقع شي اجهاض من خلال التجارب اللي دازو عليا. غادي نمشي نجري ندير تيست ديال الحمل وغادي نلقاه باللي ايجابي، وغادي نعاودو من بعد يومين باش نتاكد وباقي ايجابي. قال لي راجلي ياك ما باقي الهرمونات ايجابيين من بعد الاجهاض اللي وقع لك هذه واحد 4 شهور، فعلا غادي نمشي ندير تيست ديال الدم ولقيت باللي هذوك غير الهرمونات اللي باقيين ايجابيين، وهادشي اللي كان اكد لي الطبيب ديالي. غادي ندخل في كآبه وشديت كاع هذوك الدويات ورميتهم وحلفت لا باقي نشرب شي حاجه اولا ندير شي حاجه ونفوض امري كله لله. وغادي ننسى هاد الفكره حيت عييت 5 سنين وانا مهووسه ومريضه لدرجه كل شهر كنوض ندير تيست كيف الشهر اللي كندير فيه 2 حتى 3. فغير اذا جيت نحسب مع راسي هاد السنين كلها نجمع الفلوس نتاع هاد التيست اللي كنت كندير فرات تبارك الله ميزانيه، حيت كاين اللي تيبيعوا لي 35 كاين اللي تيبيعوا لي 40 كل واحد الثمن ديالو. المهم قبل ما غادي يدخل رمضان غادي نحلم بواحد السيده كبيره بلا ما نشوف الملامح ديال وجهها، وكتقول لي يا بنتي في هذا الشهر المبارك غادي تغتنمي الفرصه ديال المغرب. سولتها كيفاش؟ قالت لي لما الناس يكونوا تيفطروا انت جلسي كتعبدي المولانا تعبدي الله وما تخافيش راه غادي يسهل عليك وما غيحشمكش. هذه هي الرؤيه اللي كنت شفت. من بعد يومين غادي نحلم باللي انه تزادت عندي واحد البنيته غزيوله بزاف، ولكن كانوا كيتعداو عليها ولاد نتاع الجيران ومن بعد غادي ياخذوها ليا. لما فقت بقوا معايا دوك الملامح نتاع ديك البنيته واحد اسبوع وانا غير كنفكر فيها، ولكن عمرني ما مشيت قلبت على التفسير نتاع هذا الحلم. المهم بقى غير بيني وبين راسي جا رمضان وليت مركزه مع المرض نتاع الغده الترقيه، وكنت كناخذ الدواء نتاع هذا المرض، وكيف كان تيأذي المغرب كنت كنمشي نصلي ونجلس ندير داكشي اللي قالت لي ديك السيده في الحلم. الناس تيفطروا وانا تنجلس نتعبد ونطلب مولانا ونترجاه ونبكي. كنت كنحاول انني نقرا سوره البقره في 24 ساعه. المهم هادشي امتد لرمضان كله. من بعد الفطور كنغسل معناتي وكنبدا في البرنامج ديالي اللي فيه رياضه خفيفه الى ما غير ذلك. ما كنتش كنتفرج لا في افلام لا في حتى شي حاجه، كنت دايره نظام غذائي صحي. هادشي كله حيتاش كنت باغا نلقى صحتي. اما الفكره نتاع الحمل فكنت محيدها او لا لغيتها من دماغي. من بعد شي اشهر قلال غادي نكتشف بلي انني حامله، وغادي تعطيني الطبيبه مثبتات وفيتامينات. غادي نولي نرد البال اشنو خصني ناكل اش ما خصنيش ناكل. فرحت بزاف كاع، وراجلي غادي يقوم بيا خصوصا ديك الفتره الاولى من الحمل ديالي حيتاش كان تيجيني نزيف والماشي ما كانت عندي هابطه، فاضطريت باش انني نتوقف على الخدمه. تخيلوا غادي نتبع عند زوج ديال الاطباء اخصائيين طوال هاد المده ديال الحمل ديالي، وكل مره كنت كنمشي نشوف واش كلشي هو هذاك، واش كان كلشي بخير، واش العبارات نتاع لو كور نتاع البيبي ديالي واش هما هادوك السنسول مزيان، الرويس العبار ديالو واش هو هذاك. المهم كنت كنشوف كلشي. انا كنت كنسول على جميع التفاصيل، واش وجهي مزيان، لديدات، رجيلات، الرويس، كميه نتاع الماء اللي في كرشي واش مزيانه. المهم كلشي بخير. كنت بزاف موسوسة حيت بقوة الإجهاضات اللي كانوا تيوقعوا ليا، وليت متخوفة وأي حاجة كنت نشوفها كنمشي نقرا عليها في الإنترنت ونسول الأطباء. غادي نمشي لدارنا وغادي يقابلوني حتى درت 6 شهور، وغادي ندير 7 شهور، ماما غادي تحتفل بيا وغادي دير لي شوية ديال الحنينة، وبديت كنوجد وما كانتش ناقصاني الفرحة. دخلت في الشهر الثامن وها شوكولا بريستيج، ها مالي دخاجي، ثم مالي الخير. من بعد غادي تبقى لي سيمانه قبل ما نولد، قديت فيها القفطين ديالي وشريت شي بركه نتاع الذهب، كنت فرحانه اكثر من القياس والارض ما كانتش قداني. سنوات وانا كنتسنى، سنوات من بعد ما فقدت الامل كانت فرحه في شكل. غادي دير معايا الطبيبه باش انه نولد بالفتيح، خصوصا مع انه جاني السكر في الاواخر ديال الحمل ديالي زائد الغده الترقيه، فما بغيتش نخاطر بالولاده الطبيعيه. فالليله قبل ما غادي نولد غادي يجيني واحد الالم في ودنيه، غادي نمشي عند طبيب مختص وغادي نقول ليه بلي انه يعطيني الدواء غير باش انه ينقص عليا الالم بيد ما ولدت. من بعد مشيت لواحد المحل مع ماما شريت لقطات اخيره اللي بقات ليا. رجعت للدار وبغيت كنحس بلي انه طرقات ليا السقيه 3 نتاع الصباح، غادي يدوني للسبيطار وانا فرحانه اخيرا غادي نتلاقى مع بنتي. اخيرا شافوا الدقات نتاع القلب وداوني البلوك
والهلي وريكم فرحتي كيفاش كانت. عارفه بلي انه الحمي غادي تقطع من دابا شويه، ولكن ماشي مشكل، شحال وانا كنتسنى فهاد النعمه. شويه كنسمع الاخوات نتاع بنتي وكتقول لي الطبيبه على سلامتك وراوها ليا وهم يديوها. بديت كندعي مع كل واحد بدك الشيء اللي بغى، بديت كنشكر الله على هاد النعمه وبلي انه اخيرا ما حرمنيش. ما غاديش تكمل فرحتي، شويه غادي نسمعهم الاطباء ما بيناتهم كيدويو بشويه، وشويه غادي يقلبوها بالفرنسي. وانا نسولها دكتور ليك لاباس؟ قالت لي وقع عندك مشكل، راه البيبي عنده مشكل في الدار، وبدات كتشرح ليا. فهاد اللحظه كنعقل، حبست الليسا نتاع الدعاء اللي كانت عندي وبديت كندعي غير مع بنتي، تنقول غير يا ربي لطفك يا مولانا راني فوت امري كله ليك. داوني لبيتي وتلاقيت مع ماما وبابا، سولتهم عليها على بنتي وقالوا لي بلي انه راه مزيانه، وفهمت بلي انهم ما قالوا ليهم والو، وحتى انا ما قلت حتى شي حاجه. هزيت تليفوني وبديت كنقلب على هذا المرض وعلى المراحل ديالو، وكنت بانية امل بلي انه ربما في المرحله الاولى او الثانيه، حتى كتجي الطبيبه وتقول لي بلي انه في المرحله الاخيره وبلي الاعصاب راهم خارجين ليها في الراس والرجلات ما كيتحركوش نهائيا. الله يا ربي اش هادشي. المرض سميتو سبينا بيفيدا وعندها في الظهر. قالوا لينا غادي تهزوها دابا وتديوها تفتحوا ليها، وحنا كنا باقي مازال دايخين. من بعد ما كلشي كان فرحان كلشي غادي يتقلب، كلشي تيبكي، مرضنا وبزاف. دابا حاليا كنتفكر غير اشنو باقي مازال تابعني، اشنو باقي مازال تابع بنتي. فانا حامد الله وشكره ومآمنة بالقضاء والقدر، ولكن تبقى غير انسان ضعيف وما يمكنش ما نبكيش. من بعد 4 ايام وبنتي مازال باقا كميشه، غادي نشدو بها الطريق للرباط وغادي نمشيو نديوها ديريكت للسبيطار، وهي في التحاليل ولا غد ليه دارت العمليه ديال الظهر، وحيدوا لها داك الورم وجمعوا ليها الحيم ديالها، الاعصاب ردوهم بلاصتهم، ولكن ما تقبلهاش الجسد النحيل ديالها. هاد العمليه دارت لها التهاب وما نجحتش، ولكن غادي نعتقوها في اللحظات الاخيره. حاليا الوضع ديالها الماء غادي وكيتزاد لها في الراس، والراس غادي تيكبر، وهاد الشيء يقدر ياثر لها على العوينات ديالها وعلى الاطراف الاخرين في الجسم. هاد المرض ديال بنتي كيبغي بزاف ديال العوين وبزاف ديال الطاقه. انا تقاسمت معكم حكايتي باش تدعيو معاها تبقى لي غير بصحيحتها، وخا رجيلات ما غيبقاوش يتحركوا ما عنديش انا مشكل، انا نكون رجيلتها غير هي تكون بخير، وما نتمحنوش انا وياها في شي حاجه واحده اخرى. هذا الشيء اللي كنطلب من مولانا، عافاكم ما تبخلوش علينا بالدعاء، راني واقفه عليه. انا محتاجه الصبر وبنتي محتاجه الشفاء. بغيت مولانا يحنت الاطباء والاخصاء، كل نهار كندير ليها لسوان للرويس ديالها اللي تقيح، كيبان لي بلي انه غادي وكيكبر كتبقى فيا. الحمد لله على كل حال انا راضيه وغادي ننجح في هذا الامتحان كيف ما نجحت في امتحانات وحده اخرين. واخا بعض المرات تنجلس مع راسي وتنقول ياك ما حيتاش لحيت وتحديت مولانا كانه بغى يعاقبني بهذا المرض، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبعض المرات تنقول علاش كل شيء كان عندي بخير وكل شيء كان تيقول لي بلي انه العبار ديالها مزيان وبلي انها ما فيها حتى شي حاجه ماشي هي هذاك، ونورمالمون هذا المرض تيبان هو في الكريشه، ولكن انا كان كل شيء عندي مزيان حتى شي حاجه ما كانت كتبان. من بعد بزاف ديال الاسئله اللي كتطرح في راسي، في الاخير كنستسلم وتنقول هذا قضاء وقدر، وربي بغاني بحال هكا ويشوفني بحال هكا والحمد لله. العمليه الثانيه في الاول تاع الشهر الداخل اللي هو افريل ما بقى ليها والو. عافاكم فين ما تفكرتوني دعيو معايا، انا مزوقه فيكم. سميتي فايزه وبنتي سميتها جنات. وهذه هي حكايه متتبعه ديالنا اليوم، حكايه ماشي بحال الحكايات الاخرين، هذه حكايه اللي فيها صاحبتها محتاجه الدعوات ديالكم واقفه عليها، وصراحه ما قدرتش نرفض لها الطلب، وسبقت على بزاف ديال الناس اللي بغاو يشاركوا قصصهم معكم فقط حيت حنا في شهر مبارك، وقلت ما نبخلوش عليها بالدعاء، وما فيها باس اننا نهزو كفوفنا كاملين للسماء ونطلبوا من قلوبنا مولانا لا يمحنها ولا يضيعها في هذيك الملائكه. يا متابعين يا كرام، نقول لكم تلقوا في حكايه جديده. سلام سلام.